بعد نهاية الدرس السابق قمت بتحويل أسامي التست كيسز للفانكشن اللي تقوم بعملية السميشن للتو نمبرز وسميتهن بطريقة الشدوان مثل هذا الستراكتشر. اليوم راح نتعلم فتكنيك معين يخلي التست كيسز مالتنا تكون أكثر ريدبل، وهذا التكنيك هو عبارة عن تقسيم التست كيس إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول راح يكون عبارة عن given، الجزء الثاني راح يكون عبارة عن when، والجزء الثالث راح يكون عبارة عن then. طيب شنو شغل الثلاث أجزاء هاي؟ بالجزء الأول راح نحضر كل requirement، كل شيء راح نحتاجه حتى نقوم بعملية التست. بالجزء الثاني راح نسوي الأوبريشن نفسها اللي نريد نتستها، وبالجزء الثالث راح نشيك أو نسوي عملية الأسرتيشن حتى نشيك أو نشوف هل نطتنا الناتج الصحيح أو لا. طيب خلينا نطبق هذه العملية على بعض الفانكشنز أو تيست كيس اللي موجودة حاليا، مثلا أي تطبقها على هذا التيست كيس. أوكي خلينا نأخذ هذا كومنتات كوبي ومن ثم أعمل بيست هنا. أوكي given قلنا نسوي initialization أو نجهز الأشياء اللي نحتاجها. أنا شنو الأشياء اللي أحتاجها؟ أنا أحتاج إلى رقمين، وهذا الرقمين يكونان positive. إذن given two positive numbers. أوكي val first number اوكي okay. اذا جهز الجزء الجيفن. طيب الوين هي عملية تنفيذ الفانكشن او اليونت اللي انا دا اسوي لها تيست. اذا انا شنو اللي دا اسوي؟ when find the summation of two numbers. اذا هنا انا راح اسوي مجرد call على هذه الفانكشن وأخلي الريزولت مالتها variable، مثلا أسميه sum result. وأخيرا then هنا أنا راح أشيك عملية الassertion أنه الثمانية لازم تساوي لي sum result. طيب بهذا الشكل أنا ممكن أطبق نفس الطريقة ويا واحدة من functions أو test cases الخاصة بالeven. راح أخذ هذا copy paste هنا given an odd number، فراح أقول val number to check يساوي 9، then بعدها when check if the number is even، راح اجي اقول له val result يساوي لي is even وامرر له النمبر to check، وبعدها اسوي الassertion على result هذه سوري بهذا الشكل. طيب الان بس راح نسوي run، أكيد هو الأمور كلها شغالة بشكل صحيح، احنا ما غيرنا أي شيء على الكود بالواقع، لكن اللي غيرنا فقط ترتيب بطريقة أو تكنيك الـ given when then. الآن بعد ما تكمل هذا الفيديو قم بإكمال باقي الـ functions، اكتب الكومنت المناسبة وحولها كلها إلى style الـ given when then. لهنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.